علي 1100 في مجال نزول المينيموم. شفت كلك احنا طلعنا قرار بتروح تطبطر. الله يرضى عليك. علي شو؟ على ذكرى كانت نايمة من سنين وبنادي بأعلى صوت لي انت فيه حبيبي. عرفتوا شو اللي صار؟ جمعت برزيت رفعت الأسعار، عيادونا أسبوعين عشان ندفع الدين. معيش على فكرة أدفع اللي عليه دين، وبقول بأعلى صوت أجيب منين حبيبي ادفع. حبيبي ادفع. نحنا كنا ام بي اي هلا صرنا عبلاطة، هذا اسمنا الجديد مش حنغير بكل بساطة. قال شو؟ نحنا جينا حزينين عالطلاب المساكين اللي فعلا مش قادرين مش مخبيين تحت البلاطة. قال شو؟ قال شو؟ قال شو؟ بعمل تنشوف من الطلاب بس حبيبي هدول بيسالكوش إلا الأحباب. وإنك أنت كذاب مش عامل لجمع حساب. قال شو؟ طب شو؟ روح حصار حكيت عاللي صار، قلت لأبوي وقع قرار نطل الختيار. قال شو انت حار؟ قلت له انا ضعيف ما الي خيار، ببعتوا لي ابو صيف بضمني بجرار. طلعت عملية البدم 1100، انا مش قاتل واحد او بدي ادفع دية. صرنا هاي هي مش كلنا حرامية، غدانا زيت وزعتر مش بطاطا محشية. قال شو؟ قال شو؟ معيش على فكرة ادفع اللي علي دين، وبقول بأعلى صوت اجيب منين حبيبي ادفع. احسن مرة. قال شو هو الشعار؟ ما كاش بلزم كاش، اذا انت بدك تدرس عبي جيبك كاش. انا هذا يلي عندي مش عاجبك بلاش، روح اشكو للحكومة وقولوا لا تدفع معاش. قال شو؟ قال شو؟ قال شو؟ قال شو؟ اوه ماي جاد. اول فرقة راب جامعة برزيت يو، بشار محمد أليكس يو. اها هما الله يرحم هذيك الايام لما كانت برزيت جامعة تحترم الانسان، بس للأسف صار الطالب يماني عملوه زي الحيوان. الله يرحم أيامك يا خالد. هو صحيح الأسعار كانت نار، بس المجمع كل الطلاب كانت فيه تتجمع. بس هلا للأسف المجمع انتسف. ما تسألني ليش صح 2 شيكل سعر البيبسي، بس عندك السي سي يعني التجارة فتح مجمع بهذيك العمارة. صح صانه نار بتخلي الواحد يحتار ما له خيار. المجمع بس تيرما حبيبي عندك بتجارة شاورما، صح بستة بس مع بطاطا بسبعة. استنى عندك في العلوم اشي جامعة الأكل الرخيص والله بتوفر. بس مش كل شي متوفر. المجمع كوكتيل. الله يرحم الله يرحم هذيك الأيام لما كانت برزيت جامعة تحترم الإنسان، بس للأسف صار الطالب يمان يعملوا زي الحيوان. تطلع على مين وطلاب مساكين علاماتها بالستين؟ آخ لو الأساتذة لي يا زلمة ربك هو اللي بعين. الله يرحم أيام التمانين. تقصد التمانينات؟ شو كان في علامات طلاب بيتخرج بالمئات؟ بس هذا الوقت فات فات فات. منيح على إذا جابوا السبعينات. ياو أنا مان أمان. الله يرحم هذيك الأيام لما كانت برزيت جامعة تحترم الإنسان، بس للأسف صار الطالب يماني عاملوه زي الحيوان. بدي حول تجارة ولك لازم حول تجارة. والله خسارة شد حالك وبلاش تجارة في الحارة في السيارة ترفع هندات تاجي قدام البنات تضيع بنزينات. أمان أضيع بنزينات؟ بتضيع بنزينات مان. طيب طب احول اداب وانسان من العلوم واللاب يا زلمه بيعملوني كاني من الكلاب. وينك حبيبي بدون مسبات وبلاش تسميسات والفصل لسه باول وما فات مان. طب اعلام ولك ولا في المنام. حول حقوق. ها وحياة ابوك. مالي لا اترك الجامعة والله عيني دامعة. ايه مين الله يرحم الله يرحم هذيك الايام.
لما كانت جامعة بيرزيت تحترم الإنسان، بس للأسف مان بتعملوا زي الحيوان. الله يرحم يو، الله يرحم ام بي ان يو، ام بي ان مان، ام بي ان مان، ذا فيرست راب مان، ذا بيرزيت بيرزيت مان. قال شو قال شو شمايش على فكرة ادفع اللي علي دين، بقول بأعلى صوت اجيب منين حبيبي ادفع. احسن مرة. قال شو هو الشعار؟ ما كاش بلزم كاش، اذا انت بدك تدرس عبي جيبك كاش. انا هذا يلي عندي مش عاجبك بلاش، روح اشكو للحكومة وقولوا لا تدفع معاش. قال شو قال شو قال شو او ماي جاد.